وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: وهذه أسماء رجال صالحين. قال: وهذه اسم الإشارة يعود إلى ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. في هذا القول رد على الواقدي، أما ذكر هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. قوله هذه أسماء رجال، إذن ليسوا بإناث وليسوا بحيوانات ولا طيور. الواقدي جعل يفسر فيقول: ود اسم رجل، سواع اسم أنثى امرأة، يغوث أسد، نسر هو النسر، إلى غير ما ذكر. فما ذكره رحمه الله باطل. لما؟ لأن الأثر ينص على أنهم أسماء رجال صالحين.